تحية للممثلة السورية العربية أمل عرفة، أهلا وسهلا بيك. سوري صفاء سلطان، سوري. أنا صديقة لصابر، بيعرف اسمي كتير منيح، هو كل ما هنالك إنه فعلاً صابر بيحط نظارة، فهو ما عرف يدقق صح، ولما بتكون واقف على المسرح الإضاءة بتكون على الصفوف الأولى شوي قوية، فهو فعلياً فينا شبه من بعض، وأنا إلي الشرف ينقل لي أمل عرفة، يعني أنا بطول أمل عرفة هي نجمتنا، يعني نجمة أنا بشوفها أيقونة النجمات، أنا مسميتها أميرة كل النجمات، يعني فأنا إلي الشرف ينقل لي أمل عرفة، وأنا خليت كل الناس تقول لهم قلت لهم شو اسمي؟ قاموا قالوا صفاء سلطان، قلت لهم تحية للنجمة أمل عرفة بنص المهرجان القلعة يعني وعلى المسرح واوا إلى آخره، وحرام هو يبرر كتير يعني بس أخذوها بقى الصحافة، يعني مادة للحقيقة هي مادة حلوة، أنا شايفتها ما أنا مادة سيئة، مادة حلوة كتير يعني ما أبداً، لا 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 أبداً أكيد لا، إلي الشرف، إلي الشرف طبعاً أكيد.